بما مقدار عناية الشريعة الإسلامية بولي الأمر المسلمين وحقوقه وواجباته؟ الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الكمال في الذات والأسماء والصفات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، الذي ختمت به النبوة والرسالات، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. بادئ بدء، اجتمعت التهنئة والتعزئة في مثل هذه الليلة لوالدنا وإمامنا ومليكنا خادم الحرمين الشريفين، متع الله في عمره على طاعته. فنهنيه على مرور الـ5 سنوات من البيعة، وإن شاء الله نهنيه بمرور 5 ثانية، وأن يمد الله في عمره آمين. وأن يحسن عمله وأن يتولاه. كما نعزيه في أخيه وحبيبه سمو الأمير متعب المحسن الكبير وبناء المساجد رحمه الله ورفع درجته في عليين. ونعزي أيضا ولي العهد حفظه الله وأبناء الفقيد والأسرة المالكة والشعب السعودي. بادئ بدء، أحب أن أقدم بمقدمة قصيرة ويسيرة على عجل عن كمال الشريعة الإسلامية وتلبيتها لحاجة الأمة. هذه الشريعة كاملة، لا تحتاج لاجتهاد مجتهد ولا لتبديل ولا لتغيير ولا لتجديد، إلا اللهم الإحياء والإثراء والنشر وبيانها للأمة. قال عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. إنما كملت النعمة بتمام الملة. اليوم أكملت لكم دينكم، كمال الملة حصل به تمام النعمة، وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا هو المرضي، وهو الدين الذي لا يقبل سواه. والله عز وجل يقول: وننزل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وهذه البشرى وهذه الرحمة هي في كمال هذه الشريعة. ومن هنا نتناول الموضوع. فالإسلام لبت، الشريعة الإسلامية لبت احتياجات هذه البشرية. ومن أعظم الاحتياجات التي تحتاجها البشرية قيام الدولة، والدولة لا تقوم إلا بإمامة وولاية، والإمامة والولاية لا تتحقق إلا بالسمع والطاعة. يا سلام. وهذا ما سأذكره على عجل لأن الوقت الحقيقة يسابقني ولا بد أن أستعجل. والله عز وجل يقول في كتابه مبينا السعادة المتحققة بتمسكنا بهذا القرآن سبحانه وتعالى، يقول: وإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. يقول ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. سبحان الله. نعم، هذا الدين كفل لنا كل شيء، ومن ضمن ما كفله لنا إقامة الدولة الإسلامية. والعجيب يا أخي عبد الرحمن أن الصحابة رضي الله عنهم لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين كما لا يخفى على علم الأمة جميعا، لم يدفن إلا الأربعاء. لما؟ الصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم ولا خليفة لهم ولا قائد لهم ولا أمير لهم، فأخر دفن سيد البشرية وإمام الأنبياء والمرسلين 3 أيام، مات الاثنين ودفن الأربعاء. لفتة عجيبة. من أجل إقامة البيعة، ومن أجل أن يكون على الأمة قبل أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم ويوارى أن يكون لهم أمير وخليفة. فلما بويع الصديق دفن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأربعاء، وفرع عليه الفقهاء والعلماء
وجوب البيعة ووجوب الإمامة، وهي الحقيقة مما أجمع عليه علماء